بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ اليوم إن شاء الله مراجعتنا على الباب الرابع اللي هو تصنيف الكائنات الحية. دي أسئلة كتاب المدرسة هنحاول نحلها مع بعض. تمام يا أحمد؟ بيقول لي السؤال الأول، تمام. طبعا بعد ما نخلص تدريباتنا على الباب الرابع هيبقى في عندنا إن شاء الله مراجعة على منهج الترم الأول. أوكي، الباب الأول والباب الثاني إن شاء الله، عشان يبقى خدنا كده إيه المنهج بالكامل عشان نبدأ نستعد للامتحانات إن شاء الله. يلا نقرأ السؤال الأول كده يا أحمد. أعلى مستوى تصنيف في التسلسل الهرمي لتصنيف الكائنات الحية اللي هو الملك المملكة مش كده؟ أو المملكة. نعم، مملكة. أوكي. سلسلة من الخصائص مرتبة في أزواج تقود المستخدم لتعريف كائن حي غير معلوم بالنسبة له. اللي هو المفتاح التصنيفي. نعم، أحسنت. سنتيا اللي بعدها. نوع من البكتيريا لها القدرة على المعيشة في البيئات ذات الظروف القاسية. البكتيريا الحقيقية ولا البكتيريا القديمة؟ لا، الحقيقية. تذكر كويس. البكتيريا الحقيقية مش لا كانت هي اللي القديمة، بتعيش أكتر؟ لا القديمة. تمام. البكتيريا الحقيقية بتعيش في جميع البيئات، في الماء والهواء، لكن البيئات ذات الظروف القاسية مثل إيه؟ صعوبة وجود الأكسجين، نقص الأكسجين وارتفاع الحرارة، ينابيع الماء الحارة، الماء شديد الملوحة، هذه الظروف القاسية لا يستطيع أن يعيش فيها إلا البكتيريا القديمة. تمام؟ تمام. السؤال الرابع. نوع من الفطريات تنتج الجراثيم داخل الأكياس صولجانية الشكل. أنا عندي 3 أنواع من الفطريات، فاكرهم؟ تزوجية، فنجي، التزاوجية واللي هي الزقية بازيدية. دي مين والبازيدية. فيهم بقى؟ ذكرك أكتر بالأمثلة. التزوجية زي فطرة عفن الخبز، الزقية زي الخميرة والبنسيليوم، الصولجانية أو البازيدية، زي فطر عيش الغراب. أيوة، اللي هي مين بقى اسمها إيه؟ فطريات الإيه؟ البازيدي. البازيدية. يبقى الإجابة الفطريات البازيدية. ماشي، السؤال اللي بعده. نباتات تنشأ بذورها داخل غلاف ثمن. في نوعين من النباتات، نباتات البذور بتاعتها داخل غلاف ثمري، ونباتات تانية ليس لها غلاف ثمري. اللي ليس لها غلاف ثمري زي الايه؟ زي الصنوبر، معرات البذور، لكن داخل غلاف ثمري دي اسمها ايه بقى؟ فاكر ولا لا؟ ديت لا مش فاكر. مغطاة البذور، مغطاة البذور اللي فيها اللي هي النباتات الزهرية، اللي هي النباتات الزهرية مغطاة البذور اللي فيه منها ايه؟ ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين. ماشي؟ تمام. يلا اللي بعدها.
نباتات ذات جذور ليفية وورقها ذات تعرق متوازي. ها، فلقة ولا فلقتين؟ ديت مستر اللي هي ايه، ذات جذور ذات ليفية الفلقة الواحدة. وورقها ذات تعرق. ها، فلقة واحدة ولا فلقتين؟ دوت مستر فرقة واحدة. استنى، زي مين بقى؟ زي زي الذرة. القمح أو الذرة. ايوه تمام، والبصل والنخيل. ماشي وبرضه الزنبق. ماشي. حيوانات مائية جسمها مزود بخلايا لاسعة. هو فاكر؟ مستر أقول نوع الحيوانات ولا ومثال، وممكن مثال تقول عام؟ مثال برضه. هو مش زي القرش. لا، حيوانات مزوده بخلايا لاسعه. شعبه، شعبه اسمها شعبه الايه؟ الغضروفية. لا، ارجع لورا شويه، زي الهايدرا وزي قنديل البحر و خيار البحر. لا، زي قنديل البحر والهايدرا والسي انيمون، اللي هو اسمه ايه بالعربي؟ السي انيمون اللي هو اللاسعات. ايوه، اللاسعات. بالظبط، طائفه اللاسعات. برافو كده، كده صح. شعبة اللاسعات. تمام. شعبه اللاسعات، شعبه اللاسعات. ماشي، وش على بعض. نوع من الديدان جسمها اسطوانة وذات نهايات مدببة. ها، اللي هي الديدان المفلطحة. لا، نهاية مدببة وجسم اسطواني، تبقى الديدان الايه؟ الديدان الايه؟ الحلقية. الحلقية. ازاي بيقول لك جسم اسطواني مش هو استوى مخصص؟ يعني الديدان الاسطوانية، راوند وورمز. تمام، جسمها اسطواني ونهايات مدببة. زي اه تمام. الاسكارس، زي الاسكارس، الدودة الاسطوانية. ايوه. تمام، خش على بعده. فاكر؟ نوع نباتات أرضية تعيش في الأراضي الرطبة وتتكاثر بجراثيم وبعضها قائم وبعضها الآخر منبطح. نباتات أرضية تتكاثر بالجراثيم. مين اللي بيتكاثر بالجراثيم؟ فاكر؟ اللي هي الصرخصيات. ولا الحزازيات؟ لا، مستر صح. في بعضها قائم الحزازيات. وبعضها منبطح. ايوه في بعضها اتذكرت قائم وبعضها اللي هي منبطح. الريشية ريشيا والفيناء. والفيوناري. الريشيا ايوه والفيوناري. طيب، اتذكرت. خش على أسئلة. اختر من النباتات التي تحتوي على مخاريط. مخاريط اللي ما عندهاش ايه؟ غلاف ثمن. الذرة أو البسلة أو الصنوبر أو القمح. ما عندهاش غلاف ثمن. ها، معرات ليس البذور. لها غلاف ثمر الصنوبر. المعرات البذور زي الصنوبر. تمام، خش على بعده. من أمثلة الديدان الحلقية. ثانية. دودة الأرض. استنى، اللي بعد. يعتبر الجمبري من طائفة القشريات. استنى،
اللي بعد ينتمي الأخطبوط إلى شعبة هي مش ألف ولا جيم، ماشي، يبقى اللي هي خويات ولا الرخويات. سفنجات؟ اكيد رخويات، احسنت. اللي بعد من أمثلة شوكيات الجلد قنفذ البحر. احسنت، اجابه صحيحه، قنفذ البحر. وايه تاني؟ ينتمي ايه تاني غير قنفذ البحر؟ شوكيات جلد زي ايه تاني؟ خيار البحر. و وستار فيش اللي هو ايه بالعربي؟ نجم البحر. اللي هي نجمة البحر. تمام، خش على اللي بعده. ينتمي حيوان الإسفنج إلى شعبة الرخوية. لا أيوة الرخوية. لا، فنج من المساميات وريفرع. الرخويات دي زي الاخطبوط والقوقع أيوة تمام. والمحار. من أمثلة الحشرات، من أمثلة الحشرات نحل العسل. أكيد أكيد، أحسنت أحسنت. الخميرة تنتمي إلى مملكة، الفطريات. أكيد أحسنت. اللي بعدها، حيوانات ذات الدم الحار. الثدييات. أكيد أحسنت. علل لما يأتي، البغل لا يعتبر نوع. لأنه حيوان لا يتكاثر. لأنه حيوان عقيم لا يتكاثر ويأتي من تزاوج نوعين مختلفين، الحصان والحمار. طيب السؤال الثاني، تصنف البكتيريا ضمن البدائيات طيب ايه خصائص لأنها البدائيات؟ ايه أهم خصائص البدائيات؟ لأن جسمها يعني يتكون من خلية واحدة، ايوه، والنواة حقيقية ولا غير حقيقية؟ والنواة غير حقيقية، ايوه، والمادة وبتخلو الوراثية، من ال وبتخلو برضو من السليلوز. والجدار الخلوي يخلو السيلولوز وتخلو السيتوبلازم من عضيات كثيرة مثل جهاز الجولجي و... مثل الميتوكوندريا والجهاز الجيولوجي. احسنت. طيب خش على اللي بعد. دودة الإسكارس من الديدان الأسطوانية، بينما دودة الأرض من الديدان الحلقية. أعمل مقارنة بينهم يعني ولا؟ أكيد أكيد. إيه أهم صفات الدولة الأسطوانية وأمثلة عليها؟ دودة الأرض من الديدان الحلقية. أهم صفات الديدان، الدودة الأسطوانية اللي هي جسمها أسطواني غير يعني مقسم. مدبب الطرفين وغير نعم مقسم، نعم أما الديدان الحلقية فهو مقسم. نعم الديدان الأسطوانية ثنائي أحادية الجنس، يعني الأجناس منفصل. ديدان الأرض، ديدان أيوة الأرض بعضها أما والديدان الحلقية بعضها وحيد وبعضها خلوي. وبعضها خناس. ماشي، يصنف نبات النخيل ضمن ذوات الفلقة الواحدة. إيه صفات ذوات الفلقة الواحدة؟ اللي هو فلقة واحدة ده أولا، وإن هي البذرة لها فلقة ليفية، واحدة، الجذور وهي ليفية. ليفية، جذورها ليفية، وأوراقها ليها تعرق متوازي، والأوراق، وهي بيحاط بيها أزهار يعني. الأزهار ثلاثية ولا رباعية وخماسية؟ لو فلقة واحدة يبقى ثلاثية. فلقة واحدة ثلاثية. إيه الأوراق أو مضاعفات؟ أيوة.
طيب الأنسجة الوعائية مرتبة ولا مبعثرة؟ الأنسجة الوعية مبعثرة. أحسنت. طيب خش على بعض. على الرغم من قدرة الخفاش على الطيران إلى أنه يصنف ضمن الثدييات وليس الطيور. ها طب قول لي ايه خصائص الثدييات؟ إن هو اسمه دوت بتلد ولا بتبيض؟ بتلد، طيب وبرضه ايوه بتلد وبترضع اطفال. بس كده، يبقى عشان كده هي من الثدييات. اهم صفات الثدييات انها حيوانات ولوده، بتلد ولا تبيض، دي اهم صفات الثدييات. طب الكانجارو ضمن الثدييات الكيسيه. لأنه لما الجنين لم يعني لم يولد مكتمل ثواني ولا بس غير مكتمل؟ الجنين بيولد مكتمل النمو ولا غير مكتمل النمو؟ ثواني بس مستر عمرو. تمام يا مستر. يصنف حيوان الكنغرو ضمن الثدييات الكيسية لأن الجنين لم يكن يعني ما بيكونش مكتمل النمو، فبيكمل النمو داخل الكيس، اللي هو كيس الكنغرو. الكيس اللي عند البطن بتاع الإناث. نعم. طيب قارن بين نباتات الفلقة الواحدة والفلقتين، المقارنة دي مهمة جدا. إيه أهم صفات الفلقة الواحدة؟ أنت قلتها قبل كده، البذرة إن هي تكون برضه فلقة واحدة. بذورها ذات فلقة واحدة، وأوراقها بتكون بتعرق متوازي، أزهارها بتكون محيطة ثلاثية أو مضاعفاتها، محيطات الساق ثلاثية أو مربعة. الأنسجة مبعثرة، نعم. والبذور ليفية. والبذور ليفية، أما الفلقتين فالبذرة ذات فلقتين. بذورها ذات فلقتين وأوراقها ذات تعرق شبكي، صح؟ نعم. وأزهارها ذات اللي هي محيطة زهرية رباعية أو خماسية أو سداسية، أو مضاعفاتها يعني ربعمية نعم. رباعية خماسية أو مضاعفاتها، وبرضه ممكن أذكر له وساقها بعض بتكون الأمثلة. بعض الأمثلة من الفرقة الواحدة زي القمح والذرة والبصل نعم والنخيل، تمام. أما ذو الفرقتين زي البصلة لا والبرتقال البصل أو الورد. فلقة واحدة، البصل فلقة واحدة زي لا انا الجزر قصدي والقطن والفول. والبرتقال والورد. ايوه نعم تمام. طب نروح للطيور والزواحف، ايه اهم الفوارق؟ الطيور لديها اجنحه اما الزواحف ملهاش. هي تعتبر الطيور من ذوات الدم الحار، اما الزواحف من ذوات الدم البارد. نعم. و مغطى بإيه؟ جسم الزواحف مغطى بإيه؟ جلدها بيكون خشن، و مغطى بحراشيف. ايوه مغطى بحراشيف، اما الطيور اللي هو بالريش يعني الريش، مغطى نعم. بريش. نعم. الزواحف بتبيض ولكن لا تجلس على البيض، الطيور تبيض وتجلس على البيض حتى يفقر. ايوه طيب الحشرات والعنكبيات، ايه اهم الفوارق مع ذكر امثله؟ الحشرات بيكون لها ثلاث يعني أقارن ما بينهم برضو، صح؟ يا مستر؟ حشرات، عدد الارجل أيوه تمام. المفصليه كام؟ عدد ال هي بالأول عدد الأرجل المفصلية في الحشرات ثلاثة ليها أرجل، هي ثلاثة ثلاثة، أزواج. ثلاث أرجل للمشي، ثلاث أزواج. وليها زوجين من الأجنحة، وأحيانا بعض له زوج واحد من أجنحة.
تمام. وفي البعض ملوش. نعم، أما العنكبيات. العنكبيات ليها 4 أزواج من الأرجل، وفي بعض منهم وحيد. طب مين جسمه مقسم لثلاث اجزاء، ومين جسمه مقسم لجزئين؟ الحشرات اللي مقسمة 3 أجزاء اللي هو الرأس والصدر والباطن. أما نعم، العنكبيات، العنكبيات منطقتين اللي هي الصدر والبطن فقط. الرأس صدر والبطن، الرأس صدر وايه والبطن. احسنت يا والبطن. جميل جدا الكلام دوت. خش على السؤال الخامس. صنف الكائنات الآتية: الأميبا تبع مملكة ايه وشعبة ايه؟ الأميبا تبع مش مملكة ده ايه؟ من البدايات؟ لا، الايه، بدائيات ولا طلائعيات؟ الأميبا هي مش دي بكتيريا برضو؟ الأميبا تبع الطلائعيات ولا البدائيات؟ البدائيات نوعين بكتيريا، آه البدائيات يبقى بكتيريا فقط، الطلائعيات. يبقى الطلائعيات. طب شعبة ايه بقى؟ الأوليات الايه؟ الحيوانية. شعبة الأوليات الحيوانية. طائفة اللحميات. طائفة ايه؟ تمام، المحميات. اللحميات. خش على عيش الغراب. عيش الغراب ده اسمه دوت فطريات. مملكة الفطريات شعبة ايه او قسم ايه؟ الفطريات التزاوجية يبقى ولا عيش الغراب الذقية ولا البازجية؟ البازدي. ها؟ البازدي أحسنت البازدي أحسنت. انت ليه بقى نسومة؟ دي قريبة الأميبا، دود. قريبة الأميبا، قريبة الأميبا، خلي بالك، نفس المملكة ونفس الشعب. يبقى مملكة الطلائعيات. ماشي. وشعبة الأوليات الحيوانية. اللي هي مستر تاني، الأولويات الأوليات الحيوانية. الحيوانية، أيوة. تمام. وطائفة إيه؟ الصوتيات. صوتيات تمام. ده صوت بتتحرك بيه. طب الضفدعة مملكة إيه؟ اللي هي برمائيات. مملكة إيه الأول؟ المملكة الأول. ما المملكة الحيوانية الحيوان، بعدين الطائفة، الطائفة الشعبة الأول، الشعبة. اسمه دوت البرمائيات. دي الطائفة، الشعبة قبل الطائفة في الشعبة. شعبة الحبليات. وبعدين تمام. طائفة البرمائيات، وبعدين طائفة إيه؟ البرمائيات. طيب، قنديل البحر. مملكة إيه؟ ده برضو من مملكة الحيوان برضو، شعبة إيه؟ وشعبة اللاشعات. أحسن. الصقر. ده مملكة برضو إيه؟ من مملكة الحيوان، شعبة وشعبة الحبليات. 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 طائفة. طائفة طيور. أحسن. نحل العسل. نحل العسل دوت مملكة الحشرات. ايه، في مملكة اسمها مملكة الحشرات؟ قصدك طائفة لا الحشرات. ثانية ثانية، طائفة الحشرات. طائفة طيب الأول خلينا ممكن نقول ايه الحيوان. المملكة الأول، مملكة ايه؟ مملكة ايه؟ مملكة الحيوان. أكيد مملكة الحيوان. طيب مملكة الحيوان شعبة ايه؟ مفصليات الأرض. الحشرات. لا، دي طائفة الحشرات، لكن الشعبة اسمها مفصليات الأرض. مفصليات الأرض. تمام. الأرجل. مفصليات الأرجل ماشي. خش على الثعبان. ده برضو من مملكة الحيوان، طائفة الزواحف. تمام. مملكة الحيوان طائفة الحبليات. شعبة الحبليات طائفة الزواحف. تمام. شعبة ايه؟ الحبليات، وبعدين ايه؟
طائفة الزواحف. خش على بعده. ما الخلايا اللاشعة من الشعب الحيوان التي توجد بها؟ الخلايا اللاشعة، يعني أفسرها ولا أعمل إيه؟ ايه هي عبارة عن خلايا ايه؟ بال الخلايا موجودة على الجسم، جدار الجسم الخارج، و تستخدم للدفاع واقتناص واقتناص الايه الفرائس، تستخدم للدفاع عن الكائن الحي او اقتناص الفرائس، وتوجد في حيوانات تسمى شعبة الايه اللاسعات، الأشعاع زي قنديل البحر والهيدرا والهايدرا والسي وشقيق انيمال، النعمان. دقائق النعمان. تمام. تمام. ما ما الصفات الصفات التي التي تميز بها عظام الطيور وتساعد الطيور على الطيران؟ إن هي مستر بتكون عظامها مجوفة وخفيفة الوزن، عشان كده نعم بتخليها تساعدها على الطيران. نعم نعم أحسنت. وعضلات الصدر قوية تساعدها على تحريك الأجنحة. خش على رقم ما ثلاثة. الحيوان الثدي الذي يحفظ مولوده بكيس أسفل البطن؟ ماذا؟ اللي هو حيوان الكنغرو، لأنه لأن الجنين يعني يكمل نموه داخل الكيس. وبالتالي يعتبر من الحيوانات الكيسية، ثدييات الكيسية. نعم. السؤال الرابع. اذكر الشروط التي تتبع عند كتابة الأسماء العلمية للكائنات الحية. ايه الشروط؟ أول حاجة المملكة، وبعديها الشعبة، وبعديها الطائفة. تمام. يبقى شروط تتبع عند كتابة الأسماء العلمية. الاسم مقسم لقسمين، قسم للجنس وقسم للنوع، كلمتين يعني، كلمتين باللغة اللاتينية، الجنس والنوع. زي مثلا القطة فيليس دوميستيكس، القطة فيليس دوميستيكس، والحرف الأول يدل على الجنس، والكلمة الثانية تدل على النوع، والكلمة الأولى تكتب بحرف كابيتال، الحرف الأول كابيتال، الكلمة الثانية تكتب بحرف إيه؟ سمول. تمام؟ تمام يا استاذ. كده تقريبا مراجعة كتاب المدرسة انتهت. تمام. طبعا معانا مراجعات تانية في الكتاب الخارجي. أنت عندك الكتاب الخارجي بتاع الترم التاني ولا لأ؟ هو انا عندي كتاب بس مش زي يا مستر اللي انت فاتحه. كتاب مدرسة مختلف عن ده؟ ايوه، هو انا نفس الموضوع وكل حاجه، بس ملخص اكتر، يعني ده فيه تفاصيل في أكتر؟ يعني لا بالعكس، ده هو ملخص اكتر من الكتاب اللي عندك يا مستر. تمام. عموما احنا من أول المرة الجاية، الحصة القادمة إن شاء الله هنبدأ في شرح إيه الباب الأول والتاني، هنراجع مرة أخرى على منهج الترم الأول. تمام تمام؟ بحيث اننا لما تمام نراجع في الاخر مراجعه تبقى شامله على المنهج كله مره واحده ان شاء الله. يعني إن الحصه شاء الله. الجايه تمام نراجع على الباب الاول خالص عندنا في المنهج خالص ان شاء الله، اللي هو التركيب الكيميائي او الاساس الكيميائي للحياه. الاساس الكيميائي للحياه هنبدا ندرس المواضيع الاولانيه خالص في المنهج بتاع الترم الاول، اللي هو من اول الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والأحماض النووية. نرجع نراجع تاني على منهج الترم الأول إن شاء الله. تمام؟ خلاص تمام يا استاذ ان شاء أنت الله. بقى بقدر الإمكان بتحل على قد ما تقدر أسئلة على التصنيف على قد ما تقدر، وبرضه نبدأ المراجعة، تبدأ تقرأ شوية في منهج الترم الأول لأحسن يكون اتنسى، يعني بحيث إن إحنا لما ناخده هناخده بسرعة، مش هنراجعه مش هنشرحه بالتفصيل زي منهج الترم الثاني. إحنا شرحنا منهج الترم الثاني بالتفصيل، لا منهج الترم الاول احنا هنراجعه بسرعه شويه. تمام؟ تمام يا مستر. طيب ان شاء الله اشوفك على خير ان شاء الله الحصه القادمه. السلام عليكم. وعليكم السلام.